اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات سنه تانية اعدادي. انا مستر نسيم ودي قناه انجلش اي تو زد. النهارده ان شاء الله هناخد تيست على يونت 11 او امتحان على الوحده 11. مهم جدا ان احنا نركز علشان نراجع على الوحده ونشوف خدنا ايه، كاننا بنذاكر تمام ونعرف الاسئله ازاي تتحل. يلا بينا علشان ما نضيعش الوقت. اتفضل. اهلا بيكم سنه تانية اعدادي. النهارده هناخد مع بعض تيست على يونت 11 الامتحان على الوحده 11. طبعا السؤالين الاولانيين استماع، فاحنا طبعا مش هناخدهم. اما السؤال الثالث اللي هو الديالوج المحادثه ما بين فريده ميت رقى. فريده بتتكلم مع رقى بتقول لها هالو رقى، وات هاف يو دان ان يور اكزام، يعني ماذا فعلتي في امتحان؟ قالت لها I did very well، أنا حليت كويس خالص. ففريدة طبعا هتانية بتقول لها that's really يبقى that's really ممكن نقول good اللي يعجبه، أو ممكن نقول great هذا عظيم. فبتسألها بعد كده رقب بتقول لها what about ماذا عن تي، what about you، طب وين تي؟ قالت لها I the full marks، أنا الدرجات نهائية. يبقى أنا حصلت على اللي هي I got the full marks، I got the full marks، أنا حصلت على الدرجات النهائية. فهو طبعا well done، يبقى كلمة إيه على طول اللي يجي في دماغنا كلمة well done. well done يعني أحسنت. بعد كده سامية ونادية بيتكلموا I won a prize in my English lesson، أنا خدت جايزة في درس الإنجليش بتاعي. هتقول لها يا إما congratulations يعني تهانينا، يا إما تقول لها that's a great achievement يبقى that's a great achievement achievement. Okay. جميل. بعد كده سهى بتقول سؤال اجابته I feel nervous before an exam، انا ببقى يعني مضطربة او منزعجة او nervous قبل الامتحان. يبقى السؤال كان انت بتحسي بايه قبل الامتحان؟ يبقى how do you feel before an exam. How do you feel before an exam؟ يعني كيف تشعرين قبل الامتحان؟ I feel nervous before an exam. بعد كده في الباسج هنقراها وبعد كده نحل عليها الأسئلة. بيقول here is some useful advice to help you revise for your exams in any subject. يعني هي بعض النصائح لتساعدك في المراجعة قبل الامتحانات في كل المواد. You should eat healthy food because it's good for the brain. لازم تأكل طعام صحي عشان ده مفيد للمخ. What should you eat if you are hungry؟ تأكل إيه لو أنت جعان؟ You shouldn't eat too many sweets، ما تأكلش حلويات كتير. Choose nuts or fruit instead، كل بعض المكسرات أو الفواكه بدلا من ذلك. They can improve your memory، هم هيحسنوا ذاكرتك. You should take a 10-minute break and do some exercise، تاخد راحة لمدة 10 دقايق وتعمل بعض التدريبات. You shouldn't stay up too late at night، ما تسهرش بالليل كتير. If you don't get enough sleep، لو ما بتنامش كويس، you won't be able to remember all the facts that you've memorized، مش هتقدر تتذكر كل الحقائق اللي انت حفظتها. Finally try not to get nervous before an exam، حاول ما تبقاش متعصب او يعني مشدود قبل الامتحان. Answer the following questions، تعال نجاوب الاسئلة. Why is it important to eat healthy food before exams؟ ليه ناكل طعام صحي قبل الامتحانات؟ شو هنا بيقول You should eat healthy food because it's good for the brain، يبقى because it's good for the brain على بعضها لأنه هو كويس للمخ، دي number one.
اللي بعدها do you think enough sleep is important before revision؟ هل تعتقد ان النوم كفاية مفيد للمراجعة او قبل المراجعة؟ تعالوا نشوف كده، نشوف كلمة enough sleep. If you don't get enough sleep, you won't be able to remember all the facts. يعني لو ما نمتش كويس مش هتقدر تفتكر، يبقى أكيد إيه النوم كويس مفيد. يبقى تقول do you think؟ يبقى yes. Yes I do. طيب why أو why not؟ ليه؟ إيه السبب بقى اللي هو هنا؟ If you don't get enough sleep, you won't be able to remember all the facts that you memorize. هنحلها هتحطها كلها، بس كلمة you هي الوحيدة اللي هتتغير بكلمة إيه؟ بكلمة I. okay. بتبقى if I don't get enough sleep I won't be able to remember all the facts that I برضو هنا تبقى I have memorized. okay. مش هقدر افتكر كل الحاجات اللي انا ذكرتها. طيب what does the underlined word they refer to؟ they can improve your memory. هيحسنوا ذاكرتك. ايه اللي هي ايه؟ nuts or fruit. Okay. يبقى نقول ايه؟ nuts. بس طبعا الان هتبقى capital or fruit. تمام؟ يعني المكسرات والفواكه. Choose the correct answer from A, B, C or D. You shouldn't late at night. You shouldn't sit down, stand up, stay up, get up. يبقى you shouldn't stay up late. Getting little sleep makes you not fix. يعني الحصول على نوم قليل بيعمل ايه في الحقائق اللي انت ذكرتها؟ makes you forget facts, remember facts, revise facts, invent facts. طبعا كلمة forget يعني ينسى، مش يتذكر ولا يراجع ولا يخترع. okay. طبعا القصة انتوا هتحلوها مع بعض لان هتاخد وقت. okay. هناخد على طول الاختياري الـ vocabulary. رقم واحد بيقول you only study one subject at a time. You can't only study. You mustn't only study. You shouldn't only study. You should only study one subject at a time. يعني هنا معناها انت لازم تذاكر مادة واحدة كل مرة، مش هتمسك كل المواد تذاكرها في مرة واحدة. كل ما تيجي تذاكر ذاكر حاجة واحدة بس. يبقى you should only study one subject at a time. We achieve the best results in the exam. We should achieve have to shouldn't have to. يبقى طبعا achieve يعني يحصل على أو get أفضل نتائج في الامتحان. يبقى يجب أن we should. You should able to write the words correctly. أنت لازم تكون قادر أنك تكتب الكلمات بشكل صحيح. بعد should يجي إيه؟ يجي المصدر. فين المصدر؟ verb to be. يبقى you should be able to write. اللي بعدها what I do before the exam. what يجي بعدها تمام كلهم أفعال مساعدة، لكن am لو جت يبقى what am I doing. am تخلي do فيها ing. okay. what doesn't I do before the exam يعني ماذا لم أفعله قبل الامتحان. Okay. بس كلمة does ما تنفعش مع ايه؟ مع I. وكلمة does ما تنفعش مع I. يبقى لا am ولا does ولا doesn't. يبقى هناخد should. What should I do before the exam يعني ماذا ينبغي أن أفعل قبل الامتحان. You shouldn't stay in the sun too long. لا يجب أن تبقى في الشمس طويلة. This is a good what ability, necessity, advice, law. دي عبارة عن ايه بقى الكلام ده؟ عبارة عن نصيحة. يبقى good advice. This is a good idea, advice. يعني هذه نصيحة جيدة. Students can't get good results. Students can't get good results. ما يقدروش يحصل على نتائج جيدة. Nervous students, happy, calm, free. أنه تلاميذ طبعا اللي هم إيه؟ Nervous. Okay. That is inside your head. إيه اللي جوه الهيد الرأس بتاعتك؟ النوز ولا الهير ولا البرين ولا الليك؟ أكيد البرين. You can bring معناها المخ. You can invent to help you remember important facts. هتخترع ايه عشان يساعدك تتذكر الحقائق المهمة؟ invent telephones, rhymes, machines,
seeds. طبعا هتاخد ايه؟ rhymes. rhymes يعني قوافي، قافية يعني، يعني اللي يزيدوا اللي يقعد يزيدوا ايه، يقول الكلمات بنهايات بنهايات متشابهة عشان يقدر يفتكرهم بيها. يعني كانوا زمان يقولوا ايه، القط كات والفأر رات والنهر يدعى عندهم ريفر، وهكذا يقروها كده عشان يفتكروها يعني. تمام، يبقى you can invent rhymes to help you remember important facts. بعد كده هناخد تصحيح الكلمات. you should take a 10 minutes break during study. ايه الخطأ هنا؟ كلمة minutes لازم تيجي في شكل المفرد، لأن 10 minutes هنا هتبقى صفة لبريك. اوكي، يبقى a 10 minute break، يبقى كده هتبقى ايه؟ minute. بس before traveling you have to bag your bags، لازم تعبي الحقائب بتاعتك. فهنا مش معناها تعبي، هنا معناها الباك اللي هو الظهر او الى الخلف. يبقى كلمة pack اللي هي P-A-C-K بس بال P for pen. you shouldn't do lots of mistakes. المستيكس الاخطاء مش هنعمل معاها الفعل do، يجي معاها الفعل ايه؟ الفعل make، وطبعا يجي في المصدر عشان بعد shouldn't. you shouldn't make lots of mistakes. you should getting up early. بعد should يجي المصدر، يبقى get هتتحول getting هتتحول ل get من غير ال T-I-N-G، عشان هنا احنا كنا ضعيفنا حرف ال T عشان نحط ال I-N-G. يبقى you should get up early. okay. بعد كده آخر حاجة write a paragraph of about 90 words on ways to make your revision interesting. طرق لجعل مراجعتك شيقة. طبعا الباراجراف مكتوب في نهاية الكتاب، فمش محتاج انك تكتبه تاني، هنبص عليه ونشوفه مكتوب ازاي ونتعلمه كويس. بكده يبقى احنا خلصنا التست بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. لو كان عجبكم يا ريت نشترك في القناة من هنا من يمين الشاشة من تحت، وندوس على زر الجرس علشان يجيلنا اشعارات بالفيديوهات الجديدة. اشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم والانجليش. باي باي.